كوس في الخدم هو ظهير ايسر تحت 18 سنه ديال ريال مدريد، وان شاء الله راه قال باللي غادي يمثل منتخب الفريق الاول ديال المغرب، ان شاء الله غادي يمثلو باذن الله عز وجل. وهاد الفرحه هادي فرحه كبيره ما تصوروهاش الناس صراحه، لانه لاعب واعر وتقريبا النيفو ديال اشرف حكيمي باذن الله. وحنا عندنا مشكل في ظهير ايسر صراحه، هاد اللاعب هذا الا مشى حتى مشى المغرب فلا خوف على المغرب في المستقبل، لان بزاف ديال النجوم كيلعبوا في يعني كيلعبوا فرق عالميه واعره بحال يوسف خديم صراحه. انا شي كيفرحنا، نتمنوا هذا الشيء يكون رسمي في اقرب وقت، لان يوسف خديم لاعب مهاري رائع، وراه قريب يطلع الفريق الاول باش يعوض كارفاخال ان شاء الله باذن الله عز وجل. نتمنوا هاد الامور تكون غادي زوينه، ودائما اللعابه اللي تيكونوا الامهات ديال المغربيات كيمثلوا منتخب الام ديالهم، واخا يكون الاب ديالهم من الانجليز كيمثلوا منتخب المغرب. تحيه للمراه المغربيه ان شاء الله.